الانقلاب اللي اتعمل دوت كان ليه معانا احنا في اثناء عمليه القبض. يعني كان يعني فوجئت، يعني انا كنت متصوره ان انا يعني هشوف صوره ايه مهذبه شويه ولا افضل شويه، يعني على اساس يعني ان الدكتور مرسي عايش البلد سنه كامله في حريه جميله جدا، يمكن احنا ما كناش يعني ايه موافقين قوي ان الحريه تتفتح بهذه الدرجه، لكن هو ربنا يكرمه يعني كان انسان مخلص جدا جدا ونفذ مساله الحريه ديت بطريقه كتير جدا استغلوها باستغلال خاطئ. فكنت متصوره ان هيكون الموضوع هيبقى فيه يعني مهذب شويه عن كده، فوجئت ان لا، يعني ده امن الدوله زمان كانوا حمام بالنسبه للناس اللي جولنا دولت اللي كسروا الباب ودخلوا علينا بالمدافع الرشاشه لغايه اوضه النوم، وما ادوناش فرصه ان احنا يعني نوضب نفسنا كده علشان نقدر نلبس زينا ونقابلهم ولا كده. كانوا بيصوروه هو بيغير ملابسه، ايه الاجرام دوت؟ ايه ده؟ فين الانسانيه؟ فين الادب؟ فين الادب؟ ابسط حقوق الانسان ان هو يعني هو انا افهم ان هم بيصوروه لما يكون بيهرب او بيفر منهم او بيقاومهم او اي حاجه ساعتها يصوروه، انما صوروه هو بيغير هدومه، دي حاجه انا كنت حتى يمكن صوتي كان طالع في التسجيل وانا بصرخ في الانتهاكات اللي هم بيعملوها معاه، وان هم كنظام بتاع السيسي يبدا وهو لسه ما تمكنش وما استقرش كنظام في البلد يبدا بهذه الانتهاكات الفظيعه في كل حاجه، في كل حاجه، وتقييد الحريات وقصف الاقلام الحره. عارف حضرتك هقول لك على حاجه، يعني يمكن انا ما يعني اول مره بقولها في الاعلام، حصلت ان بعد ما خدوا زوجي ومشوا بصيت لقيتهم رجعوا تاني، انا استغربت عليهم ان هم ايه لما راحوا عند حازم ابو اسماعيل وصوروه والفيديو وكلام من ده، كنت انا شفت المنظر في التلفزيون، فاستغربت ان هم ما فتحوش بقى حاجه ولا فتشوا ولا كده، فهم افتكروا ان هم يعني ممكن مستعجلين جدا، كانوا خايفين ان احنا نبعت نجيب ناس من رابعه يقاوموا ولا حاجه. المهم ايه استعجالهم دوت نساهم ان هم يفتشوا الدواليب، فلما افتكروا بعتوا اتنين يرجعوا تاني، خدوا زوجي ونزلوا على العربيات وبعتوا اتنين تاني راحوا ايه يفتحوا الدواليب وينزلوا الحاجات من عليها. قلت لهم انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا عايزين تسرقوا حاجه؟ ما انتوا سرقتوا الشخص نفسه، يعني عايزين تسرقوا ايه؟ قالوا احنا مش بس سرقنا الشخص ده، احنا سرقنا مصر كلها. قلت لهم انت بتعترف ان انتوا سرقتوا مصر يا خونه؟ يعني واحد بيكلمني بهذا التحدي عن لا انا مش هسيبك تسرق مصر، وكل الشعب اللي طلع ده مش هنسيبك تسرق مصر.